شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام ويأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد. والذي تجريه احدى تشكيلات المنطقه المركزيه العسكريه ويستمر لعده ايام بدات المرحله بكلمه قائد المنطقه المركزيه العسكريه اكد خلالها حرص رجال المنطقه المركزيه العسكريه على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءه العاليه بما يمكنهم من تحقيق كافه المهام التي توكل اليهم في الدفاع عن امن وسلامه الوطن اتبعه عرض التقارير والقرارات للقاده على كافه المستويات حيث ظهر خلال المرحله مدى ما وصلت اليه العناصر المشاركه من استعداد قتالي عالي والمهاره في استخدام احدث وسائل نظم القياده والتعاون والسيطره لتنفيذ المهام المخططه والطارئه اثناء مراحل المشروع وناقش رئيس اركان حرب القوات المسلحه عددا من القاده والضباط المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، كما نقل تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة المركزية العسكرية مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في تنفيذ المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.